مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أحلى اللحظات اللي كنا نعيشها وإحنا صغار هي لحظات الألعاب ولحظات الحدائق ولحظات الهدايا اللي كانت تجينا في بعض الأحيان ونسعد فيها ونعيش فيها أوقاتنا الجميلة. الآن بعد ما كبرنا صارت أحلى اللحظات اللي بنكون إحنا فيها موجودين معاكم من خلال برنامج خطاوي السلاوي ومن خلال شاشة طيور الجنة. اليوم إحنا وياكم في مكان متخصص للألعاب، راعي معنا هو تويز لاب في عزيز مول. حنبدأ من تويز لاب حلقتنا الجديدة من برنامج خطاوي السلاوي. أهلا وسهلا فيكم معنا ويلا نمشي. كيف حالكم؟ الحمد لله. موجودين هنا في تويز لاب، إيش قاعدين تسووا؟ تتسوقوا؟ أيوه. الأمور طيبة؟ الحمد لله. تتابعوا برنامج خطاوي السلاوي على طيور الجنة؟ أيوه. وتتابعوا طيور الجنة؟ أكيد. طيب، برنامج خطاوي السلاوي دائما إيش فيه؟ أسئلة؟ سؤال على الماشي عند عصام ووليد، إحنا برنامج الأمثال والألغاز. كيف أنتوا والأمثال؟ الحمد لله ان شاء الله. يا ايش اسمها هذه الاموره؟ لمار. يا عين عليها لمار، من اسد متابعين طيور الجنه. وين ما شاء الله ما شاء الله. طيب عندنا مثل يقول خذ المدلله، اكمل المثل. خذ المدلله، مر عليكي هذا مثل خذ المدلله؟ ما مر عليكي ابدا. مساعده، وهي كلمتين. فرصه سعيده اللي شفناكم. خذ مدلله تعزك. ايوه، خذ المدلله لتعزك. اي صراحه ما هو هذا، يعني ما هو التكمل الصح. خذ مدلله، اكمل المثل. ما مر عليكي فرصه سعيده، نشوفكم على خير ان شاء الله. ايش قاعدين تعملوا انتوا هنا يا حلوين كلياتكم؟ ايش قاعدين تعملوا؟ فين موجودين؟ ايش اسم المكان هذا اللي احنا فيه؟ مختبر الالعاب. مختبر الالعاب، تويز لاب مختبر الالعاب. شو اثنين لعبتوا؟ مين فاز؟ تعادل. كم؟ 0-0؟ لا، 7-7. 7-7 لمين كانت؟ 2-2. ايها تعادل، طبعا لازم تكون تعادل. يلا كملوا لعبتكم هنا في تويز لاب واحنا حنكمل تصويرنا مع الكبار. السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. تويز لاب اكيد الالعاب للصغار. يلا الف مبروك، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويحفظهم. قولي لنا كيف انت والامثال؟ يعني ماشي الحال. عندنا مثل يقول خذ المدلله. مدلله، ما بعرف والله، ما مر عليك. طيب بالتوفيق، نشوفك على خير ان شاء الله. المثل يقول خذ مدلله، اكمل المثل. ولا تاخذ مين؟ ولا تاخذ المدلعه. مدلعه هو ممكن المعنى، بس احنا بدنا الكلمه الصحيحه لانها كلمه باقيه. ما مر عليك. ما مر. فرصه سعيده، نشكرك، شكرا. خذ المدلله ولا تاخذ المعلقه. الم مو المعلقه، المدلدله. لا لا، فيها الميم، فيها تبدا حرف الميم. ما بعرف. خذ مدلله ولا تاخذ. الله، ما مر عليكي. يعني انت وصلت تقريبا ل 80%، لكن احنا بحاجه ل 100%. صعب صح. يلا حتى لا المثل. يلا غششني. ما عندنا تغشيش. يلا خذ مدلله ولا تاخذ. بالميم؟ بحرف الميم تبدا الكلمه وتنتهي. ايه، كلمتين ثلاث حروف هي. يلا سريعا، ما بينت معانا. يلا فرصه سعيده، على فكره ان شاء الله. مشكورين. صعبه؟ الصعبه؟ لا ما هي صعبه. خذ المدلله وما تاخذش ال بتغير مثلا او الايش؟ الغيرانه او ال لا لا، ما مر عليك هذا المثل. نعم. يلا فرصه سعيده، ان شاء الله تشوفي احمد كبران ويتابع طيور الجنه ويشوفك على الشاشه ان شاء الله. شكرا. كل عام وانتم بخير. شكرا. خذ المدلل ولا تاخذ. والله ما عندي. ما مر عليك؟ لا والله. تابع حالك على شاشه طيور الجنه وشوف الجواب واستفيد منه ان شاء الله. بالتوفيق يا هشام. شكرا. السلام عليكم، كيف الحال؟ تتكلم. كيف حالكم؟ تتكلم معايا. ليش تتكلم؟ اي هو بحاجه لمساعده. تعالوا يا كلكم، تعالوا. كيف حالكم؟ ايش اسم الاموره؟ ايش اسمها؟ إلاف. ريلام. ريلام، ما شاء الله. ايش يعني؟ ايش معنى الاسم؟ غزال. غزال. ريلام مو ريم يعني؟ لا لا. طيب عندنا مثل يقول خذ المدلله ولا تاخذ، اكمل المثل. يلا تساعدوا. عسره. ايش؟ عسره. بس قربي هنا، خلينا نسمع الجواب منك. قربي هنا يا امنا حتى نسمع منك. معسره. المعتره ولا في كلمه قريبه منها؟ لا لا، اعرفها. انت هذا اللي تعرفيها؟ المعلله. المعلله.
هو هنا الجواب، هنا الجواب. خذ المدللة ولا تأخذ المعللة. نعم اللي فيها علة. شفتي أمنا الشيء الجديد هو اللي ساعدنا. ألف مبروك عليكم. نعم إجابة صحيحة 100%. لا تأخذ المعللة. إيش المعنى؟ لا هو حيقول لي إيش معنى المثل. أنت قول. أنا أقول. اللي جاوبتنا إيش المعنى؟ مدلل بصحة ولا تأخذ التعبان. المدللة يعني اللي بالضبط، ولا تأخذ المعللة اللي فيه عندها مشكلة، سواء كان بتفكيرها بطبائعها. لذلك إن شاء الله كل بناتنا اللي قاعدين يتابعونا يكونوا بنات مدللات على الأصول والأخلاق العالية إن شاء الله. ربحتوا معنا وريلام اسمها؟ إيه إن شاء الله جبتوا صح. ربحت كمان معنا. إيش ربحتوا؟ نبدأ نعد. أول جائزة لكم جميعا من باريس جاليري، عبارة عن 250 ريال قسيمة وهدية شراء من العطور من باريس جاليري. ألف مبروك عليكم. هذه أول جائزة حنبدأ نوزع. والجائزة الثانية فيسز للجمال والعطور، عطوكم جائزة من منتجاتهم. ألف مبروك عليكم. والجائزة اللي وراها ذا بادي شوب بقيمة 500 ريال كابون تسوق. ألف مبروك عليكم. والجائزة اللي بعدها ريلام. إيش عطوها ريلام؟ من تويز لاب، عبارة عن ألعاب إن شاء الله تكبر وتلعب فيهم. هيها خلفها بس أنا حريص عليها أنها تكون بعيدة عنها. والجائزة اللي وراها كمان أنا مأخرك يا أمنا. والجائزة اللي وراها من طيور الجنة، عبارة بقيمة 250 ريال ديفيديات من طيور الجنة. تفضلي. والجائزة اللي بعدها جوردانو، قدموا لكم جائزة بقيمة 200 ريال. ألف مبروك عليكم. والجائزة الخاصة للأم الطيبة. إيش هي هذه؟ تفضل. إيش الاسم؟ بس قربي علي حتى أسمعك. إيش الاسم؟ دماس. إيش يقدم دماس؟ إيش عنده؟ مجوهرات. افتحيها خلينا نشوفها. وساعدوها بالثانية. هذه الهدية الأولى هي تفتحها. قربي علي حتى أسمعك. قربي. أيوة. إيش هذه؟ هذه وردة. وردة مذهبة. والجائزة الثانية هنا لك. شكرا. عبارة عن طقم عقد من الذهب بالإضافة إلى حلقين. ألف مبروك عليكم. ألف ألف مبروك عليكم. إيش تحبون نسمع منكم؟ إيش تحبون نسمع منكم كلمة في الختام؟ شكرا. لسه ما خلصنا؟ لسه ما خلصنا. بعد في جوائز بعد كمان مكملين. مكياجي كمان أهدوكم هدية ثانية. تفضلوا. هذه هدية من مكياجي. حتأخذها لك مكياجي؟ هي خلاص. لا ما هي لا لك مكياجي. أوكي نكمل. أنت لك هذه الجائزة. أعطيها 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 للنساء لمكياجي. والجائزة اللي لك أنت هلا تكمل. هنا على اليمين موجود مين؟ هايبر. إيش قدموا لك؟ عد. 100. أيوة. 200. أيوة. 300. أيوة. 400. أيوة. 500. 500 ريال من هايبر بندا. ألف مبروك عليكم. ألف ألف مبروك. إيش تحب نسمع منك؟ شكرا يعطيكم العافية يا رب. وإحنا نقدم لكم الشكر. وخذ المدللة ولا تأخذ المعللة. حنكمل معاكم هنا في عزيز مول بقية خطاوي السلاوي، حتى نشوف المثل اللي قاعد يستنانا. يلا معانا على خطاوي السلاوي. ومن أمام محلات نزيه هنا في عزيز مول حنبدأ للبحث والبحث عن مجيب للغزنا الثاني. في العادة الألغاز في ناس بيجاوبوا من أول مرة وفي ناس بتعبونا حتى يجاوبوا. طبعا هذا بيعتمد كمان على حسب اللغز اللي بيستناهم. حنبدأ ونمشي ونشد الخطوة ونشوف مين حينتظر لغزنا وحيجابوا. يلا معانا. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف أخباركم؟ طيبين؟ تمام الحمد لله. بنسأل عن شجرة يطلق، نوع من أنواع الشجر يطلق عليه قاتل أبيه. شو هذا الشجر؟ قاتل أبيه؟ يا عم نوع من أنواع الشجر مر عليك؟ ما مر. بس ممكن البلوط. بلوط؟ بعدت كثير. فرصة سعيدة. شكرا شكرا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ خطاوي السلاوي عشاشة طيور الجنة. كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلين. كيف صحتكم؟ الحمد لله. نسألكم لغز أنتوا الأربعة مع بعض لعلكم تجاوبوه. شجر يطلق عليه اسم قاتل أبيه، إيش هذا هو؟ إيش هذا الشجر؟ أي شجرة؟ الموزة. إيش هي؟ الموز. 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 ليش؟ لأنه لما بتطلع ثمر الموز لازم نقص الشجرة عشان ترجع مرة ثانية تثمر. يا عيني عليك. نعم إجابة صحيحة، هي شجرة الموز. توقعت أنها تكون الموز؟ وقعت انها تكون الموز. لا وقعت انها تكون الموز. هو سمعت فيها زمان بس نسيتها. الموز. نعم إجابة صحيحة. وفي عندنا أغنية على شاشة طيور الجنة عن الموز، إيش اسمها؟ تعرفي إيش هي الموزة عن الأغنية اللي على الموزة؟
يلا ساعدونا عشان يعطيكم الجائزة. غنية عن الموزة. أيوة. أنا الموزة الأمورة. أيوة أنا الموزة الأمورة تعرفيها؟ أنت إيش اسمك؟ ريماس. ريماس؟ أنت ريماس الأمورة اللي موجودة معانا هنا في برنامج خطاوي السلاوي. ألف مبروك عليكم، ربحتوا معانا مجموعة من الجوائز. إيش هي الجوائز؟ أول جائزة من باريس جاليري بقيمة 250 ريال، قاعدة تصور ما هي مهتمة لا بجوائز ولا غيره. هذه أول جائزة، ألف مبروك عليكي. والجائزة الثانية من نعومي، من نعومي بقيمة كم؟ ما حتاخذي جائزة، تفضلي، بقيمة كم هذه الجائزة؟ 500 ريال. والجائزة اللي بعدها من نزيه، تفضلي، هذه جائزة مقدمة من نزيه اللي موجودين هايهم، شايفين وين؟ مستحضرات العناية بالجمال. ما خلصنا. والجائزة اللي بعدها بعد من طيور الجنة، تفضلي وانت تصوري طيور الجنة بكم؟ بقيمة 250 ريال، دي فيديات مجموعة طيور الجنة، جايك انت هديتك، صبرك علي. الجائزة اللي بعدها ألفا للبصريات، قدموا لكم نظارة شمسية، ألف مبروك عليكم. والجائزة اللي بعدها كمان هايبر بندا، قدموا لكم جائزة بقيمة كم؟ 500 ريال، ألف مبروك عليكي. والجائزة اللي بعدها كمان عبارة عن كاميرا للي بتصور قاعدة، تفضلي، كاميرا ديجيتال من شركة أحمد عبد الواحد. والجائزة اللي بعدها من فيسز، ألف مبروك عليكي، تفضلي. طبعا وزعوها، يعني يمكن يكون انتوا أولى، الهدية بعدها ما اجتك. والجائزة اللي بعدها من أورنج، ألف مبروك عليكم. من أورنج عبارة عن طقم كامل للبيت والأمور الصغيرة، حنعطيها جائزة ترضية من بيليبيز تروح تلعب. تفضلي يا أمورة تروحي تلعبي في بيليبيز، ألف مبروك عليكم. إيش تحبي نسمع منك؟ والله بصراحة فاجأتونا وتهشتونا وشكرا جزيلا، الله يديكم العافية. وأنتوا تتجولوا هنا في عزيز مول، كانت طيور الجنة معاكم، ألف مبروك عليكم. شكرا. تشوفوا حالكم إن شاء الله على شاشة طيور الجنة. إذا نختم حلقتنا من عزيز مول بهذه العائلة الجميلة بل الرائعة اللي كانت موجودة معنا، حتشوف حالها إن شاء الله على شاشة طيور الجنة، وأنتوا حتتابعوها في رمضان. كل عام وكل يوم وأنتم بألف خير، تصبحوا على خير. يا عمو برهوم حبنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. يا عمو برهوم حبنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. عندي إلكم مفاجأة، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي.